مش لاقي المحاضرة الأخيرة عشان ما حضرتهاش. المحاضرة الأخيرة، المحاضرة الأخيرة على الجروب 5 ثواني. على القناة. والألو، بصوا يا شباب، آخر مرة خالص إحنا اتكلمنا في البيفت تيبل. البيفت تيبل دي يعني إيه يا مصطفى؟ يعني إن أنت بتلخص داتا كبيرة قوي في ملخصات صغيرة، تمام؟ اسمها جداول بيانية. ده وظيفته إيه؟ ده وظيفته لو انت عندك مثلا داتا كبيره زي اللي انت شايفها قصادك دي، دي عباره عن اللي هي مثلا ايه، الوكيل ايه بيبعت ايه لمصر، يعني بيبعت الواجهه بتاعته، بيبعت في انهي بلد، بيبعت كام كميه، الكميه دي اسمها نوعها ايه، جيد ولا جيد جدا ولا لا، وتاريخ شحنها، وتكاليف الشحن، وتكاليف البضاعه، والحاد، التكلفه المتبقيه. فدلوقتي مثلا مصطفى احنا قلنا ايه، طب ايه اللي نقدر نستلخصه من الجدول ده؟ اللي احنا مثلا نقول مثلا ايه الانواع اللي بتتباع كتير، يعني مثلا في جيد جدا، في جيد، وفي ممتاز، ايه اكتر نوع بيبيع كميات كتيرة معايا؟ ما حضرتك فممكن نروح عاملين ايه، نيجي نقف في اي حتة في الجدول هنا كده، ونيجي كلمة قائمة انسيرت، ونيجي هنا اسمها حاجة اسمها بيفت تيبل، وندوس عليه كده، ونروح دايسين اوكي. النوع هنروح جايبينه في الرو. الرو دي يا مصطفى اللي هي الصفوف، والكولوم اللي هي الأعمدة، تمام تمام. هنجيب تمام الكمية نحطها في الفاليو. الفاليو دي احنا عايزين جمعها، اللي هي صم صم اهي. فيقول لك ان اكترية، نعمل كده صورت، ان اكتر حاجة بتتباع هي الممتاز، اللي هي النوع الممتاز، بعد كده جيد جدا، بعد كده جيد، تمام. دخلني والنبي يا فارس، بس كده. دلوقتي مثلا عايزين مثلا نعمل حاجة تانية جنب الكمية، مثلا زي ايه، الوكيل، كل وكيل بيبيع كم، او كل وكيل بيبيع كم كمية، يعني بيصدر كم كمية. هنروح جايين نقف هنا كده، ونقف على كلمة insert، وهنيجي pivot table، وهندوس existing worksheet، ونختار مثلا هنا كده، وندوس اوكي، ونقول مثلا ان الوكيل بيبيع كم كمية، ونعمل كده كليك يمين وصورت من اكبر لاصغر. يقول لك ان الباز ده، تعالى كده الكبرة دي كده، ان الباز بيبيع 28,000 كمية، الشام بيبيع 23,000، محمد ابن سعلو بيبيع 20، لحد ما نوصل لسمير واخوانه بيبيع 13,000. طب انا جاي النهاردة اشرح ايه بقى؟ اشرح ان احنا ازاي نظهرها في داتا اسمها داتا فيجواليزيشن، اللي انت ازاي تشرحها في داتا مرئية، ازاي تشرحها في شكل رسم بياني. يبقى احنا هنيجي نعمل ايه، نيجي هنا مثلا، نيجي ندوس كلمة insert، ونيجي مثلا نقف في اي حتة في الجدول ده، ونيجي عند pivot chart. هو بيديني بقى اختيارات، يقول لي مثلا ده ده ده، فانا اقول له مثلا عايز الاختيار ده، لان الاختيار ده اقرب حاجه خالص، بيقول لي ان كل واحد بيبقى بنسبه قد ايه، فندوس عليه مرتين اهو. في بقى كذا اختيار، ثواني بس نعمل دي بس فلوتنج كده، هاي فلوتنج اهي. في بقى كذا اختيار في الديزاين، مثلا ممكن مثلا نختار الديزاين ده، وممكن مثلا نختار الديزاين مثلا الاسود، مثلا ممكن نختار الاسود. ونيجي هنا، انت حد، انتوا متابعيني يا جماعه ولا لا؟ تمام مع حضرتك. يعني علي الصوت انا بس عندي هنا كده عشان ابقى سامعكم، تمام. في بقى هنا في ال... تمام في الديزاين هنا في حاجه اسمها كويك لاي اوت، لا كويك لاي اوت فورمات، دي بتبقى فيها تعديلات، ممكن تقعد تعدلها وتقعد تظبطها زي ما انت عايز، اسمها لاي اوت او تعديلات. دي ممكن مثلا يقول لك النسب بتاعتهم، الحاجات دي. فانا عاجبني قوي الشكل ده كده، تمام الشكل ده. وفي كمان بقى شويه تعديلات، مثلا تدوس على تشارت مثلا تايتل، اللي هي مثلا ايه، يعني دي مثلا توزيع، يعني مثلا نكتب ايه في التشارت دي، اسمها ايه مثلا، اسمها ايه، توزيع او كونتريبيوشن، يعني كونتريبيوشن مساهمه، حجم، او حجم مبيعات، حجم مبيعات لكل نوع.
ما احنا عندنا نوع ممتاز وجيد وجيد جدا، فدي حجم المبيعات بتاعتهم. فممكن مثلا نكبر مثلا دي كده شوية، ودي بقى نخليها نيجي مثلا هنا في هوم، ونقف ندوس هنا كده، ونقعد نكبر في دي كده شوية، هتكبر معانا تمام. فكده تبقى احسن، صح ولا غلط؟ كده تبقى شكلها احسن. تمام. ونيجي هنا كده نصغرها كده شوية كده شوية، يعني بحيث ان انا عايزها تبقى ماشي، تبقى كده. ممكن نصغرها سنة كده اهي، بس كده، ونخليها بولد، ونخليها مثلا باللون الاسود، ودي نخليها باللون الابيض اهي، بس كده. دلوقتي احنا عندنا ان ممتاز عامل 36% من حجم المبيعات، جيد جدا عامل 33%، جيد عامل 31%، تمام كده. ممكن بقى نزود عليها، هم عاملين كام بفلوس قد ايه؟ ممكن هنا، لا مش هنا، هي بتبقى من هنا. انا فاكر ان هي من هنا السايز، لا مش السايز، لا نيجي نقف هنا كده، لا تكست اوبشنز، تكست فيل، لا مش دي، ثانية اهي، الداتا ليبلز. ايوه، تعالى كده نجيبها هنا كده. في يا جماعة هنا في الشارت في كذا حاجة، في حاجة اسمها تشارت تايتل، دي لو انت عايز تحط للتشارت او للرسم البياني ده تايتل او عنوان، دي هي بتبقى من هنا كده. لو انت عايزه نون يعني لا فوق او كده، بتبقى كده او كده، تمام. خليها كده تمام، ونطلعها فوق شوية كده بحيث ان هي تبقى مظبوطة كده بالظبط. وفي حاجة اسمها داتا ليبل، داتا ليبل دي اللي هي شايفين كلمة ممتاز وال 36%، دي اسمها ليبل يعني علامة. لما انت تيجي تدوس نون كده اختفت، لما تدوس سنتر يبقى تحطها في سنتر، انسايد اوتسايد وهكذا، يعني اللي هي ايه بتقعد تظبطها براحتها يعني. فانا اخليها بيست فيت، بيست فيت دي يعني افضل حاجة اتعمل. الليجند اللي هي تعمل زي اللي هي تكتب الحاجات اللي هي النوع وكده، بس تكتبهم على اليمين وعلى الشمال وكده، فمالهاش لازمه، ما انت كده كده كاتبهم في نص الدايره تمام. كان في حاجه هنا برضو في القايمه، انا فاكر الحته دي، ان كان فيها ان انت تحط الداتا عندك. هقول لك انا ثانيه، مش التشارت تايتل، انا عايز شورت اريا، بلوت اريا، حضرتك عايز تخليها قيم يعني ولا ايه؟ لا ازود القيم، اخليها ان هي تزيد معاها، يعني ازود ان هي يظهر 36% دي ومعاها الرقم القيم بتاعها. طبعا، فده لو 86,000. ايوه بالظبط. فبتبقى انا هقول لك انا دلوقتي، هي بتبقى اهي، هي خلاص قربت، ايوه اهي بالظبط، اهي لحظه اهي الفاليو معاها اهي. فبيقول لك ان الفاليو عايزها في نيو لاين، اهي في نيو لاين اهي، لما اجي اوسع دي كده شويه بص اهي، فهي عملت 36% وعاملين 86000، ودي 77% 33% وعامله 77000، فاهم قصدي ايه؟ فهمت. اللي هي يعني ايه، يعني حسبتها بي دي، بس في نفس الوقت طب عاملين كام، فاهمني؟ فانا كده خليها زي ما هي. نيجي مثلا للحته دي، لما نيجي نقف على البيفوت تيبل هنا دي كده، وندوس على كلمه انسرت، وندوس على كلمه بيفوت تشارت، دي انسب حاجه تتقال، يعني ما اعتقدش ان في حاجه تانية انسب منها، يعني انسب حاجه اللي هي الكولوم دي. لما اجي اختار الكولوم دي واخليها هنا كده اهي، ونخليها كبيره كده بحيث ان هي تبقى واخده مساحه كده حلوه كده اهي، ونختار بقى لما تيجي تدوس عليها مرتين كده وتروح على كلمه ديزاين، في بقى ديزاينز كتير قوي بتبقى ظاهره هنا. ممكن مثلا تيجي مثلا وتختار مثلا الديزاين ده، الديزاين ده، الديزاين ده، تحب ايه يا استاذ مصطفى؟ مثلا الديزاين ده كويس، انا شايف الديزاين ده كويس تمام كده.
تمام ماشي. ماشي. لما نيجي بقى نختار الديزاين ده، ممكن بقى نروح عاملين ايه بقى، نختار دي نازله بالتايتل بتاعها اللي هي عنوان دي، فدي يجي بدل ما نكتب كلمه توتال دي نكتب اللي هي ايه، حجم المبيعات. يبقى ممكن مش حجم بقى المبيعات، ممكن نكتب مبيعات كل وكيل، مبيعات كل وكيل بالكمية. تمام. فتيجي هنا في مشكلة كده مصطفى، اللي هي ايه، اللي هي المشكلة ان هي الكلام ده الحاجات الصغيرة دي مش باينة قوي، فاهم قصدي؟ مش باينة. فنيجي ندوس عليها كده دوسة بسيطة بس واحدة، ونيجي عند ديزاين دي، ونيجي عند كويك لاي اوت، ونيجي بص ممكن نختار حاجات زي كده، يعني تقعد بقى انت تختار في اللاي اوت بتاعك، عشان ممكن اللاي اوت دي بس لا اللاي اوت دي مش مظبوطة. اللاي اوت ممكن لاي اوت زي دي كانت كويسة، دي كويسة. تمام. دي كويس بس اللي هي دي الكتابة هنا دي بالأبيض، فنروح دايسين عليها دوسة بس بسيطة كده. تمام. ونروح جايين هنا أو هنا، يعني بيظهر هنا أو هنا، بس ممكن يجي هنا ونخليها، ممكن نخليها دي كده سوليد، ونخلي مثلا الكتابة البيضة دي، لا مش دي، نخلي قصدي اه نخليها من هنا قصدي اهي، نخليها سودا بس كده، فهمتني؟ فكده بقت حجم، تعالى بقى نقفل دي كده. فكده بيقول لك ايه، ان حجم مبيعات كل وكيل دي، نقفل نمسحها دي كده، ان مبيعات كل وكيل، ان هنا مثلا الباز للاعمال التجاريه والشام ومحمد بن سعد بالمبيعات بتاعتهم كل واحد. تمام. ايه تاني مثلا يا مصطفى ممكن، او ايه تاني يا جماعه مثلا ممكن تشوفوا ان احنا ممكن نضيفه مثلا مع الحاجات دي، مع الشكل البياني ده، يعني يفيد ايه؟ بص يا في المبيعات يعني؟ لا بص يا مصطفى، انت دلوقتي عندك شيت زي ده، تمام؟ وجي مثلا مديرك او انت مثلا عايز تلخص الشيت ده، انا لخصت اللي انا قلت ايه، ايه اكتر نوع بيتباع مع الكمية بتاعته. تمام. تمام. وجبت الوكيل اهو ده مع الكمية برضو، تفهمني؟ يبقى الوكيل مع تمام. الكمية والنوع مع الكمية. تمام. ممكن مثلا ممكن ناخد الوجهة ايوه ان احنا نلخص حسب البلد، ممكن حاجة زي كده، صح؟ يعني ممكن مثلا نقول ايه، نقول مين اكتر بلد بتستخدم كميات كتيرة او بتوجه لها او بتاخد كميات كبيرة. ممكن هنروح واقفين هنا، ونروح دايسين كلمة insert، ونروح دايسين كلمة insert pivot table اهو، ونختار existing عشان نضيفها مع الناس هنا كده اهي، او نضيفها مثلا خليها دي كده هنا، لحظة خلي الشيت ده كده هنا عشان انا عايز اخليهم كلهم تحت بعض اهو، insert exist، ونحطهم عشان ايه تبقى متدارية. هقول لك دي بعملها ليه كده يا مصطفى، واجيب الواجهة اهي، واجيب الكمية واعملها سورت كده اهي بس كده دي، معلش كده نعمل دي كده، انا اسف اهي بس كده، ودي نكبرها كده شوية، معلش بس كده اهي، ودي نعمل لها انسيرت اهي بيفت شارت، ونخليها مثلا تبقى دي كده، بحيث ان احنا نخليها من المنظر ده، دي نخليها دي كده هنا اهو، ودي نخليها كده هنا، ونروح واخدين دي كده ننزلها هنا كده بالعرض كده كل ده. تمام. كده يبقى قدامنا شوية تعديلات. تعديلات زي ايه؟ الشكل ده كده ممكن ندوس عليه مرتين، ونروح جايين على كلمة ديزاين، ونختار مثلا شكل يكون مناسب لينا. ايه الشكل يا مصطفى اللي ممكن مثلا يكون مناسب ده كده؟ كويس كويس جدا. هتكون ناس معرفة بس كده، ده كده نعمله، ونيجي نقف عند توتال دي كده، وندوس كلمة ديليت بس كده، اتمسحت.
ونيجي توتال دي نقول مثلا ايه مبيعات كل دولة من حيث او بالكميات. تمام اهي. وممكن مثلا دي نعملها مثلا سورت. فين سورت؟ سورت 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 من A to Z او من Z to A. لأ عايزين سورت من ناحية الكمية. لا مش لازم خلاص بخليها كده. تمام كده هيبقى عندنا مشكلة ايه؟ ان احنا مش عارفين. اعتقد صورت من الكمية ده من عن طريق ان انا لما بختار من الاول الشرط من اوله اهو اهو في سورت من largest to smallest. بس هي الفكرة اللي طالعة لي هنا. طب نخليها بقى من smallest to largest عشان تظهر تحت. ايوه بالظبط كده اهي ايوه كده اهي. تمام تمام وناخد الشكل ده كمان اهو بس كده ونصغر دي كده عشان ايه نشوف بس المنظر كده يبقى عامل ازاي كده بالظبط اهو. تمام ونيجي هنا كده في بقى هتبقى مشكله هتقابلنا اللي هي ايه الليبل مش مظبوط. نجيب بس كده ونكبر الكتابه كده شويه. تمام لا احنا عايزين نصغر بس كده كده تمام قوي. دي نتكبرها كده شويه. لا مش تكبر عشان كده بالظبط. نيجي بقى هنا اهي ونقعد بقى نكبر اللي هي ويدز دي. لا دي اللي هي بتاع اللي هي دي عايزين تكست اوبشنز تكست فيل. دي بتبقى الالوانات بتاعتها وسوليد معرفش ايه. ودي يبقى هي المشكله دي هتبقى تكبر من هنا يعني تقف بس على كلمه شارت تايتل وتقعد تكبر دي كده اهي. او نصغر كده كمان بس كده بالمنظر. مبيعات كل دوله بالكميات. نيجي بقى عند اخر حاجه اللي هو اللي هي وهي الداتا ليبل. الداتا ليبل اهي هنيجي نقف عند الداتا ليبل. هنيجي عند كلمه ديزاين ديزاين ونيجي عند داتا ليبل اهي. بيقول لك بقى لو انت عايزها في السنتر او الانسايد او البيز او اوتسايد. انا خليها اوتسايد. اوتسايد دي كويسه صح اهي بس كده عشان تبقى باينة. نعم عشان تبقى باينة كمان بالظبط. ونختار بقى لو احنا وقفنا بص لما تقف على دي كده بيظهر لك حاجه اسمها سوليد فيل اهي. ممكن مثلا نخليها بالمنظر ده. شايف المنظر ده مش وحش. شايف المنظر ده كده مش وحش. تمام كده بالظبط. فكده بيقول لك مثلا ايه ان مصر واخده 38717 ان سوريا 36 وهكذا لحد ما نوصل للكويت 14000. تمام تمام. هو ده بقى المنظر اللي انا بقول لك عليه اللي هو الرسم البياني اللي تقدر تشرحه. انا عملته لك بسرعه لان يعني الى حد ما انا فاهم فيه شويه. تمام فانا كده الى حد ما عملت لك رسم بياني في شويه حاجات. فممكن بقى في حاجه بقى ممكن نقدر نربطها بقى بايه بقى هقول لك. انا في حاجه اسمها لما تيجي تقف هنا كده على انا كل ده مخبيهم تحت البيفت تيبل. يعني كل ده مخبي الحاجات دي كلها تحت البيفت تيبل. فاهم قصدي ولا لا؟ فاهم. لما تيجي بقى تشيل دي كده مثلا وتروح عامل هنا كده تقف على اي بيفت تيبل هيظهر لك حاجه اسمها بيفوت ان تيبل انالايز. هتلاقي في حاجه اسمها سلايسر انسرت سلايسر. واروح مثلا واخد مثلا الوكيل والواجهه بس كده واروح دايس اوكي. ايه اللي حصل؟ هقول لك انا دلوقتي ايه اللي هيحصل. خلي دي كده على جنب ودي على جنب. دلوقتي نخفي دي كده. تعالى كده شويه. لما اجي كده بص يا مصطفى لما اجي ادوس هنا مثلا الوكيل وليكن الاهرام التجاريه. بص اول ما ادوس عليه اللي هيحصل هنا تحت اهي قال لك الاهرام التجاريه اللي بتوديها مصر بس. طب لو انا اخترت الباز قال لك بتودي السعوديه. طب لو انا اخترت العلوان قال لك بتودي الكويت. فاهم قصدي ولا لا؟ الو تمام. فاهمك انا سامع. انا عايز اربط الاثنين ببعض فهعمل ايه؟ هروح جاي هنا
واجي عند كلمه سلايسر واجي عند كلمه ريبورت كونكشنز. ريبورت كونكشنز دي واروح رابط الاثنين ببعض واجي هنا برضو واربط ريبورت كونكشنز اللي هي الثلاثه ببعض. بص بقى ايه اللي هيحصل اول ما اعمل كده، ركز انتوا شايفين كده يا جماعه؟ تمام. انتوا شايفين كده؟ بص بقى اول ما ادوس مثلا على كلمه الجزائر، بص الاول ما ادوس الجزائر ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده ركزوا، بصوا بقى ايه اللي حصل بقى. اول ما ادوس الجزائر قال لك الجزائر في وكيل ليها اسمه الجزائر للتجاره، وده عامل 17162 تمام، ودوله الجزائر برضه عامله 17262، من ضمنهم 49% جيد كميات، يعني هم خدوا كميات 17000 كميه، 49% منهم جيد و45% منهم ممتاز، وحوالي كام 10% ولا حاجه كده او حاجه بسيطه كده جيد جدا. طب لو انا اخترت مثلا العراق، بصوا بقى ركز بقى، العراق في منهم اتنين وكلاء، شايف ولا لا؟ تمام. العراق في منهم اتنين وكلاء اللي هو حسين بن خلدون للتجاره واولاد عمر العمري، واخدين بقى ايه توتال مثلا 16000 و15000 قطعه، ودي التقسيمه بتاعه المبيعات. طب لو انا اخترت الكويت، الكويت نفس النظام العنوان الاهليه. طب لو انا اخترت مثلا وليكن تونس، برضو سوريا، سوريا اتنين وكلاء، واحد اسمه الشام للتجاره. طب احنا عايزين نكبر دي كده شويه، عايزين نضخم دي كده شويه، اهي اهو ايوه بالظبط كده، ودي كمان عايزين نضخمها كده شويه بالظبط، بحيث ان انا لما اختار الكويت اهي، السعوديه اهي، مثلا مصر لا، انا اختار مثلا تونس، المغرب، انا عايز اتنين كانوا واخدين بصوا يا جماعه اهي، يعني سوريا في منها اتنين وكلاء، سمير واخوانه للتجاره والشام للتجاره، واخدين 23000 قطعه و13000 قطعه اللي هم التوتال بتاعهم 36000 قطعه، ودي بقى تقسيمتهم. القطعه دي مثلا في من ضمنهم 43% جيد، يعني اغلبيتهم جيد، و35 ممتاز، و22 جيد، بس كده. دي فكره السلايسر، اول ما ادوس هنا هوب كله رجع زي الاول. نصغر دي كده شويه عشان ايه، بس كده. ايه رايكم يا جماعه؟ انا جميل. دي بس الفكره اللي انا كنت جاي اتكلم فيها، اللي هي فكره السلايسر او وكمان فكره الداشبورد، ان انت ازاي تعرف تعمل داشبورد بحيث ان انت تبقى قاعد بتقول لهم مثلا يا جماعه دي شركه كذا عامله كذا، دي وكيل كذا عامل كذا، بس كده. ايه رايكم يا جماعه؟ تمام، بسيطة وجميلة. انا يعتبر على فكره انا خلصت، وهبعت لكم المثال ده على الواتساب، بس هي دي الفكره، ان انتوا كل ما تيجوا تعملوا بيفت تيبل تعملوا عليها زي رسم بياني وتربطوه بسلايسر، وبعد كده تعملوها بالمنظر ده، يعني بحيث مثلا تختاروا مثلا اي بلد مثلا يتغير معاكم الشكل ده، هنا يتغير معاكم الشكل ده، وهكذا، وتقعدوا ايه تعدلوا زي ما انتوا بتعدلوا، بس كده. ايه رايكم يا شباب؟ جميل، سهل ان شاء الله. اتمنى تكون استفدتوا، و بس كده انا يعني دي اخر حاجه انا اقدر اشرحها لكم، اللي هي الرسم البياني، وما كانتش هتطول. يعني الرسم البياني هو علم بس برضو ايه، هي فكره اللي هي ايه، تراي اند ايرور، يعني انت بتقعد تغير، يعني انت مثلا بتقعد تعمل كده وتقعد تدور، و ثواني نعمل بس هايد دي، انت بتقعد تدور وتقعد تشوف الشكل اللي انت عايزه وتعمل كذا وهكذا، وتقعد مثلا تدور على الالوان وهكذا يعني. بس فانا حبيت ان انا يعني اوريكم بس المنظر، واوريكم الفكره دي، هي الفكره الجديده اللي بتتعمل، هو السلايسر. السلايسر ده الجديد اللي هو في البيفت تيبل ده، اللي هو انتم ممكن محدش عارفه كتير، بس فانا حبيت ان انا اوريكم الشكل، وان شاء الله تكون خير يعني. حد يا جماعه عنده اسئله؟ حد عنده اي حاجه عايز يسالهاني وانا تحت امر؟ طب احنا مش ممكن نكمل فيما بعد في حاجه متقدمه شويه؟ والله يا مصطفى بص، انا يعني انا مش هكذب عليك، هو ده الكورس اللي انا بعمله بقالي فتره، فمتقدم ده لسه ما اعرفش، يعني انا عارف كل حاجه في الاكسل يعتبر، يعني اغلبيه الحاجه كلها انا عارفها في الاكسل، بس هي الفكره كلها تمام. ازاي اشرحها، دي اللي لسه هتعلمها.
يعني ان انا مثلا اعرف مثلا معادلات، اعرف الطرق، اعرف كل حاجه بحيث ان انا ابقى اتعلمها بس كده. انا شغلي في الحسابات اكتر، فانا التشارت يعني تقريبا ما بحتاجلوش خالص، انا فاهم، ولو احتجت له بيكون يعني حاجه بسيط. بسيطه. ما... انا فاهم، انا فاهم. بس في ناس مثلا بتبقى في شغلانتها زي كده، اللي هي فاهم. بتعرض طبعا برزنتيشن كتير، فلازم التشارت دي في حياتها. انا كنت حابب ان الموضوع يكون لو في جزء محاسبي كمان يكون هايل جدا يعني. ما هو للاسف انا ما بفهمش في المحاسبه قوي للاسف، يعني ما طيب بفهمش يا في حبيبي. الحسابات زيكم يعني، فالموضوع صعب. انا افهم في الاوبريشن اكسل الكلام ده، لكن للاسف ما اعرفش في الحاجات دي قوي. طيب عظيم يعني، ولا يعني كتر خيرك يعني، ما شاء الله عليك، الموضوع خليته سهل جدا حبيبي والله، واستفدت منه كتير. حبيبي والله، ربنا حبيبي يبارك تحت فيك. امركم. انا انا اتمنى ان انتم استاذنك لو وقفت في اي حاجه انا هبعت لك على الخاص يا لو باشا، امكن. انا بعشق على فكره الحاجات اللي بتقف قصاد الناس على فكره، يعني انا بحب قوي ماشي الحاجات تعطل، يعني الناس تعطل قصاد عشان اعرف احلها. فان شاء تمام الله خير، انا تحت امركم في اي شيء يا جماعه. اي إن حد شاء عنده الله. اي سؤال يكلمني في اي وقت وانا تحت امره. ماشي، طب مش ممكن بقى نتقل عليك في مثلا تيست كده بسيط نلم فيه كل الحاجات اللي خدناها هو نبعته التيست. لك بعد ما كده هو للاسف تشوفه؟ انا ما عنديش تيستات والله، انا بشرح لمصطفى وخلاص، يعني انا بشرح وببعت لكم الاسم وخلاص، لكن للاسف انا ما عنديش تيست. يعني لو انت عندك تيست وعايز نحله سوا ممكن نحله، لكن انا ما عنديش والله تيستات خالص. هو انا التستات اللي عندي معظمها حسابات، ودي اللي بتبقى معطلاني يعني. لا انا عندي، لو في مشكله اعرف احلها لك. يعني الحسابات اللي هي زي ايه مثلا يا مصطفى؟ يعني علشان اعمل مثلا شغل القيود اليومية، وبعدين اطلع منه كشوف حسابات اللي هي حساب استاذ، وبعدين اعمل منه موازين مراجعة، وبعدين بعمل منه تقارير للعملاء، وال يعني تقارير خاصة بحاجات معينة دي شفتها مع حضرتك في الكورس. بعد كده بعمل مثلا بعض القوائم زي القوائم المالية، زي الميزانية وقائمة بص الدخل يا مصطفى، والحاجات هقول لك على فكره كده، دي. هقول لك على حاجه كده، انا يعني انا لاحظتها. بص، انت تقول لي اعمل كذا فانا اعملها لك، فاهم قصدي؟ يعني تقول لي محمد انا عايز مثلا نعمل كذا وننقلها في شيك كذا ويسمع في الشيك كذا، لكن تفاصيل دي بتاعتك انت، انت فاهم قصدي؟ لكن انت تقول لي محمد انا عايز اعمل معادله ان هي تجيب لي مثلا الشيتات كلها في شيت واحد، تعمل معادله مثلا ان هي تجيب لي مثلا كذا حاجه في شيت حاجه، فاهم قصدي؟ دي اعرف اعملها لك. انا فاهم النقطه دي لحضرتك طبعا. انا قابلتها مع اكتر من مبرمج يعني، لما كنا برضو ببقى محتاج حاجه وبطلبها من حد ان يكون فاهم شويه في الاكسل كده، بطلب منه بيبقى عايز الموضوع ابسطه له على الاخر، لكن انا بيقف عندي برضو حاجات يعني. ممكن الموضوع يكون اسهل يعني، انت مثلا وريتني شويه حاجات في الكورس هنا خلت الموضوع اوضح شويه. بعض المعادلات بدل ما انا بطلب ان هو يحط الرقم يجيبه هنا، لا طب ما انا ممكن اعملها مثلا بالبايفت تيبل وتبقى اسهل واسرع بدل ما اعمل معادله. في حاجات زي كده يعني، عشان كده انا اتجهت لحته ان انا اتعلم الاكسلر بنفسي بدل ما اطلب من حد. الموضوع بيبقى اسهل، حتى كمان احيانا لما كنت بعمل شيت وبحاول ان انا احط فيه معادله ولا حاجه، ساعات الشيت كبير جدا حجمه وخد وقت طويل في المعالجات يعني وكده، ايوه فاهم، وساعات بيضرب. فاهم. فانا بقول لك والله انا يعني، ما انا بقول لك اهو، انا يعني قول لي اعمل ايه وانا اعمله لك، فاهم قصدي؟ لكن حته تمام التفاصيل ما عنديش المعلومه قوي، يعني ما اعرفش مثلا حته الكود اليوميه دي بتشتغل ازاي، ما اعرفش مثلا دفتر الاستاذ ده بيسمع فيه ايه او بيتكتب فيه ايه، دي برضو فهمتك لسه، فهمتك دي لسه مش عندي صراحه. فانا كل اللي انا اقدر اقوله لك ان انا اقدر افيدك بحاجات اسهل لك بيها الاكسل خالص. هتقول لي مثلا محمد هل في كذا كذا كذا، اقول لك في او مفيش. يعني عارف انت، كان لسه من حوالي 3 ايام، اسمعوا المعلومه دي يا جماعه هتفيدكم قوي. كان لسه من 3 ايام كان في واحد زميلي في الحسابات كان جاي بيقول لي يا محمد انا عندي 30 شيت اكسل، انا عايز اجمعهم كلهم في شيت واحد. تعرفها دي يا مصطفى؟ لا طبعا عارفه حرفيا، ازاي. ما هي دي. دي انا كنت عامل عليها فيديو على فكره في اليوتيوب، 30 شيت اكسل كان عايز يجمعهم في شيت واحد. فطبعا دي يعني، دي عشان تعملها في تفتح شيت اكسل وتنقلهم، لا دي صعبه. هو كان طبعا هم ال 30 شيت هو ساحبهم من سيستم، بس السيستم يعني كلهم تحت بعض، يعني كلهم شبه بعض، يعني الداتا يعني مثلا يقول لك مثلا ايه الوكيل في على الشمال، ما اعرفش ايه في اليمين، يعني كلها الداتا كلها شبه بعض بس الارقام مختلفه طبعا.
طبعا. قلت له طب خلاص ماشي، انا عملتها له في دقيقه، دقيقه بالظبط مش بهزر. ما في حاجه في الاكسل هنا، انت فاهم قصدي ايه؟ ما في حاجه في الاكسل اللي فهمت. بتجمع الشيتات كلها، فانا بقولها لك ان في حاجات بتبقى اسهل بكتير، لكن الناس ممكن مش عايز الطلب فاهمين. واضح، اه يعني انا عايز عايزك الطلب يكون مثلا تقول لي يا واضح. محمد ايه، هل في كذا كذا كذا؟ اه في، بس كده. طيب، في حاجة بتقف دايما قصادي، هل ممكن ان انا لما اعمل تقرير مثلا ان انا عندي مبيعات عملاء في فترة معينة في قيود اليومية، نسميها مثلا في داتا مثلا، ماشي وفيها وانا ببيع كل يوم لمجموعة عملاء، فانا عايز مثلا اختار عميل معين، تمام، وفي فترة محددة ان انا اقول مثلا من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، ويظهر معايا كل الحركات اللي اتعملت عليه. هو انا مش هقدر اسمع الاجابه لان الباقي دي او والروم هتقفل دلوقتي. هو مش عارف، هو انا حاسس ان انا يعني بكلم انا مش شايف حاجة. الو، سامعني؟ انا انا سامعك بس سامع مش حضرتك. عارف اخش على الروم، يعني مش عارف ادخل على الروم. هو كده كده خلاص، اقل من دقيقه وهيفصل. قولي. حركات عملاء بتواريخ، انا كل يوم ببيع لمجموعه عملاء، فانا ماشي عايز اختار عميل، وعايز اكتب تاريخ من يوم كذا الى يوم كذا، تاريخ محدد في نص الفتره، واشوف العميل ده كل حركاته اللي تمت حركه حركه. انت عايز يعني تكتب بمجرد ما تكتب التاريخ يظهر لك حركات العميل. بالظبط، دي تنفع، دي تمام. تنفع. طب ثواني اهي معاك اهو دلوقتي حاجة. هل في، لا مفيش 2020 يا جدع، ده في 17 16 بس. ماشي، انا ما اعرفش والله. حاضر شايفين حاضر خالص. والله والله حاضر، يبقى نخلي دي 16 ماشي ونخلي دي 17. ماشي، عظيم. بس كده انت فاهم قصدي ايه؟ فدي جابت الحاجات بتوع 17. طب تعالى مثلا نجيب حاجة فيها، ده في 17 بس كمان، يبقى احنا ممكن نجيب، يبقى مثلا احنا ممكن نجيب ايه، 2017 ودي 2017، بس ممكن نجيب مثلا دي شهر 7 مثلا. لا مش 7، انا عايز يبقى هنا مثلا، يبقى هنا شهر 7 وهنا اهو 1/7 وهنا لا مش 1، نجيب مثلا هنا 1 مثلا 1/2 وهنا شهر 7. ايوه كده تبقى مظبوطه، ان هو بيجيب لك ما بين فبراير ويوليو للعنوان التجاري الاهليه. طب مثلا لو احنا مثلا جبنا مثلا خليفه للتجاره وحطيناها هنا، جاب الخليفه للتجاره. بص هي لو تلاحظ شهر 5 6 5 3 5 2 2 6، فاهم قصدي؟ يعني جاب فوق اللي فوق، يعني هو المفروض بدايتنا من شهر 1 لحد 1، من 1 2 لحد 1 7، هو جاب 18 2 17 3، انت فاهم قصدي ايه؟ انت فاهم دماغي؟ ولحد 12 6 30 5 8 14 6، فهمتني؟ ان هو حدد اللي انا حددت له التاريخ، مش تمام. دي اللي انت بتتكلم فيها دي يا مصطفى؟ طبعا طبعا. اهي دي يا مصطفى دي. تمام، ديت. هو حضرتك سجلت الجزء الاخير دوت ولا لا؟ عشان كده محتاجه تتراجع لا سجلته، المعادله دي. بس انا عايز اسالك سؤال، انت عندك اوفيس كام؟ تقريبا 16 او ما هي دي مش هتشتغل 19، عندك مش لان المعادله دي معادله فلتر، المعادله فلتر دي مش شغاله عندك. على كام؟ شغال على كام؟ على اعتقد معادله فلتر دي على 2021. بص هو في اوفيس 2021 موجود على النت ومتكرك، يعني ليه كراك او ليه يعني، ده ممكن تنزله على فكرة، في اوبشنز كتيرة جدا. حاولت اعمل كده بس ما عرفتش. لا هتعرف يعني، لا حاول حاول وتدور على الانترنت ودور على فيديوهات ان انت ازاي تعرف تنزل النسخة دي، لان فعلا انت هتشوف معادلات جامدة جدا على الاكسل. يعني فلتر دي هتفيد معاك كتير جدا،
يعني انت شفت فلتر دي احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا حطينا الوكيل وحطينا من امتى لامتى، وهو جاب لي التاريخ، وهو جاب لي الوقت قصدي، يعني جاب لي الوقت بتاع التاريخ يعني ايه. طب لو انا جبت، عارف انت الخليفة للتجارة دي، طب عارف انت لو انا بص الخليفة للتجارة دي كام واحدة؟ كام؟ هما دلوقتي تسعة، تسعة اهو. لو انا جيت هنا الخليفة للتجارة، خليفة ده، بص ده تسعة، المفروض ان هما تسعة، بس بص هو لخصها لك، لان هو اعتقد اعتقد عشان التاريخ، ايوه لحد التاريخ. شهر تسعة، لحد شهر تمانية صح كده؟ ايوه. طب ما هي كده خلاص، طب ما هي كده مظبوط. يعني احنا عاملين من شهر اتنين لحد شهر سبعة، هو ما فيش شهر في تمانية وفي 2016، لا فهو كده، لا احنا كده تمام. المعادلات دي بتفرق كتير قوي يا مصطفى، تفرق معاك كتير قوي في الشغل، يعني هتسهل عليك كتير. ما هو غالبا الموضوع بالنسبة لي، الأزمة مش عندي أنا أكتر من الأزمة عند الناس اللي هتكون شغالة معايا، لأن مش كل الناس هتقدر تنزل 21. الناس اللي شغال، انا فعشان عايز كده اسالك سؤال صح يا مستر، يعني ركز كده في اللي انا بقوله، انت ليه مش شغال مثلا بجوجل داتا شيت، او انت لازم تشتغل على اكسل؟ يعني معظم الناس اللي شغالين معايا شغالين كده، فلما يكونوا محتاجين حاجة على الإكسل، فهو ده اللي موجود على الأجهزة عندهم. ماشي خلاص. انا يعني على العموم، يعني اللي انا بحاول اوريك ان في حاجات اهي بتسهل، انت بمجرد ما بتحط الوقت والاسم اللي انت بتدور عليه، هو بيجيب لك الداتا اوتوماتيك بس كده. وبحس جوجل شيت ما عندوش الإمكانيات بتاعت ولا حضرتك 365. لا في جوجل شيت، جوجل شيت العادي اللي هو ببلاش ده، لا ده في حاجات حلوة جدا، في حاجات حلوة جدا. بس بحس ان هو مش زي الاكسل العادي، ايوه مش حتى زي هو في الاكسل العادي، بس هو انت كل اللي انت مش محتاج حاجات غير ان انت بتدخل بيانات وخلاص على كده، بس اللي معاك انت ده مش محتاج منهم ده غير ان ببقى هم. شغال عليه لما في بعض الشتات كده، لما بكون ايوه يعني قصدي محتاج ايه، ان انا انا قصدي ان انت، ادخل اكتر من حد معايا. ايوه بالظبط، انت بس كل اللي عليك الناس اللي انت شغال معاهم دولت، او هم شغالين معاك، هم هو كل اللي عليهم بس ان هم يدخلوا داتا بس وخلاص، يعني مش محتاجين بقى ايه بقى كونديشنال فورمات وحاجات، لا هو بس محتاجين لا يدخلوا داتا بس وخلاص، بس كده. تمام. ما اقصد، بس هي فيها فلتر برضو، فيها كل المعادلات الجديده دي كلها في ايه؟ في اللي هو جوجل شيت. اه فيها اهو، يعني انت ممكن تاخد الفيديو ده وتقعد تطبقه على الجوجل شيت، جوجل شيت فيه المعادلات دي تمام بس كده. ماشي تمام. حضرتك سجلت الجزء الأخير ده صح؟ انا سجلته، اه متقلقش مسجله. ماشي، ده مهم ماشي يا جدا. صاحبي، ماشي لا متقلقش، خير خير. ماشي خليك ساكن ماشي، يا محمد، تحت عفتك معاك توفيق، تحت معلش. أمرك، تحت أمرك، تحت أمرك، ربنا يخليك. تحت أمرك. ماشي يلا، السلام عليكم، السلام عليكم.